اهلا بكم مره تانية اعزائي المشاهدين. ضيفي هو نوبي الاصل، صاحب البشره السمراء، شيكابالا المستقبل. ان شاء الله باذن الله يبقى شيكابالا تاني باذن الله، لانه شبهوه بشيكابالا، ما اعرفش في طريقه لعبه، في شكله، في ان هو من اسوان او هو كان اتولد في اسوان، كل هذه الامور تجمعت يبقى هو شبه شيكابالا، سواء في مركز شيكابالا او سواء في ناحيه الشمال او ناحيه اليمين او في مركز نمره 10، كل الاماكن دي هو بيجيد فيها. وضيفنا النهارده هو انس وائل، نجم نادي الزمالك 2005. ازيك يا انس؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ عامل ايه يا حبيبي؟ تمام الحمد لله. كويس؟ تمام الحمد لله. لا شيكابالا شيكابالا يعني اهو. ها؟ يعني هو يا جماعه شبهوه بشيكابالا الحقيقي يعني فعلا. فعايز اعرف بقى انس، بدايتك في نادي الزمالك كانت سنه كام؟ ومين اللي اكتشفك واول يوم دخلت فيه النادي الزمالك؟ فاكر اول يوم دخلت فيه نادي الزمالك؟ كان 2013. دخلت رحت الاكاديميه عادي. زمان كان الملاعب حتى يعني من بدري قوي، الملاعب حتى كانت بايظه، ومن 2013 كانت بتتصلح، فكنا بنتمرن حتى ساعتها كان في الصاله المغطاه. بلعبتك بقى الخماسي دي. طبعا. كابتن سيد سلامه وكابتن عمر منيع، يعني هم اول ناس قابلوني في النادي، وكابتن عادل عبد المعطي الله يرحمه. الله يرحمه عادل. فقعدت شهر في الاكاديميه، بعد كده قالوا لي انت هتبقى مع الفريق. طبعا انا ما كنتش يعني انا رايح مع والدتي، يعني ما كنتش في دماغنا، مش عارفين ايه الفريق، يعني والدتي مش فاهمه. كانوا قالوا لها حتى في فرق ما بين الاكاديميه والمدرسه الاساسيه، قصدك كده يعني؟ كان المفروض في فرق يعني، هي مش كانتش عارفه الفرق ده. احنا مش عارفين الفرق ولا عارفين اي حاجه، احنا رايحين نتمرن في نادي الزمالك. انا كان سني 8 سنين ساعتها، فرايح اتمرن في نادي الزمالك. كان سنه كام؟ 2013. 2013. فبعد كده حتى كابتن سيد قال لها ما تدفعيش تاني، ما تدفعيش اشتراك الاكاديميه. وهي رجعت دفعت، حتى جه قال لنا انتوا دفعتوا ليه انتوا مع الفريق؟ فهي استغربت، احنا مش فاهمين حاجه يعني ايه. فهمونا بقى واحده واحده. وكنت ساعتها فرقتي لسه ما اتكونتش، كان في كام لعيب مثلا خمسه سته، فكنا بنتمرن مع 2003 مع كابتن عادل عبد المعطي، لحد ما عملوا بقى السنه اللي بعديها عملوا اختبار ل 2005 وضموا علينا لعيبه. يعني معلش اوضح حته الدفع دي، عشان في ناس كتير جدا بتقول لك بتعمل، لا مش عايز اقول لفظ يعني، يعني بتحتال على بعض الاولياء الامور. لا ده اشتراك الاكاديميه. بالظبط. ما انا اشرح بس دي عشان ما حدش يفكر انا ايه. لا لا، في دفع ودفع. نادي الزمالك عامل اكاديميه للاعضاء، اعضاء العاملين داخل نادي الزمالك. الاعضاء العاملين دول فيهم منهم ناس مش يعني مش دون المستوى يعني، وفي ناس كويسه. انس من ضمن الناس الكويسه اللي نقوه، والكابتن سيد سلامه شافه، وحسن حظه ان الكابتن سيد سلامه والكابتن عادل عبد المعطي رحمه الله عليه وكابتن عمر منيع شافوه، وودوه مدرسه اساسيه اللي هي ببلاش. عشان تبقوا عارفين بس يعني، داخل نادي الزمالك بيدفع في خزن نادي الزمالك شرط اشتراك، وبياخد كارت او بياخد ايصال يخش بيه كل ثلاث ايام اللي هم التدريبات بتاعه، عشان ما حدش يفكر بس ان ايه. لا لا. بس في ناس بتحتال يا انس، بتروح لاولياء الامور، هدخلك الزمالك وهات مش عارف 5000 و10000. قابل لي ناس كتيره جدا جدا بتعمل الكلام ده على فكره. ايوه طبعا. فطبعا بيصطادوا الناس اللي هم المؤدبين المحترمين اللي هم ما يعرفوش حاجه يعني في القصص دي، وياخدوهم بقى ينصب عليه ويقول له انا بتحتال عليا، انا بديك وبتاع، يقول له ايه، يدخله ابو 500 جنيه و400 جنيه ده في الشهر. فاهمني؟ لا هي القصه كده يعني. ساعتها كمان كان لسه 100 جنيه. كانت 100 جنيه ساعتها. 100 جنيه للاشتراك. بس وبعد كده ما دفعتش تاني بقى، وده رحت بقى المدرسه الاساسيه. المدرسه الاساسيه. استلم الكابتن عادل عبد المعطي. عادل عبد المعطي بقى الله يرحمه يعني. بعد كده بقى مسكنا الفريق اول سنه كابتن عمرو عبد المجيد. عمرو عبد المجيد. بعد كده كابتن احمد رزق، وفضلنا بقى المراحل السنيه يعني. اول اختبار بقى كفرقه كان مع كابتن احمد رزق، اختبارات وضمنا لعيبه علينا، ولعبنا بقى دوري، كان اول سنه دوري يعني. اول سنه دوري يعني. انت من 2013 ل 2023 في نزل 10 سنين. داخل انت جاي وانت 8 سنين. 8 سنين. والدتك كانت معاك؟ ما سابتنيش لحظه خالص يعني، يا دوب ممكن السنه دي اول سنه هي اللي ما. انت مقيم فين في القاهره؟ في الشيخ زايد. يعني قريب مننا هنا يعني. بتروح بقى والحاجه كانت بتروح معاك كل يوم؟ كل يوم. كل يوم. والدك موجود؟ موجود، بس هي كانت مهتمه. ولد في الشغل اكيد، في العمل طبعا. فهي التمارين كانت نفس اوقات الشغل بتاعته، فهي كانت متاحه، كانت يعني فاضيه، فكانت بتيجي بقى. مش بتشتغل الوالده يعني؟
يعني اه هي في ساعتها كانت لسه، هم فلسه ما ما اشتغلتش وكده. اشتغلتش. فكانت بتيجي بقى توديني وتجيبني وكده كده. الأم أم في كل حتة، هي اللي طبعا بتهتم بالولد وبتاخده بصه من وديه وتجيبه. أكيد تعبت معاك يا أنس عشان طبعا ده يعني 9 سنين يعني متواصلة هي من معايا. 8 سنين لغاية أقول لك مثلا لغاية 15 سنة على 16 سنة على الأقل، بعد كده بقيت تروح لوحدك أعتقد. وبس في الماتشات طبعا معايا كل ماتش، طبعا بيجي لك الماتشات كل ماتش لغاية دلوقتي في اي حتة. والله والله كل حتة. كل يعني ما عدا السفريات، يعني مثلا المحلة او انا اسماعيلية عارف ما الكلام بتعرفش ده، بس تيجي. انا يعني الناس تفاجئ، انا كنت شغال في النادي فعارف ايوه طبعا. اولياء الامور كلهم اللي بيحضروا الماتشات، خاصة النجوم اللي زيك يعني. تسلم. لا هي حقيقي. معايا دايما ما سابتنيش لحظة، يعني دايما في الأكاديمية في الماتشات بتيجي تحضر كل الماتشات طبعا. ربنا يخليها لك يا رب وخلي بالك منها. طبعا، دي في عيني دي طبعا. الام دي يعني ما يعني الدعوة بتاعتها يا ابني بتوصل على طول يعني، طبعا واحنا كنا عايشين بدعائهم يعني، وما زلنا عايشين بدعائهم طبعا. طبعا. ربنا يخليها لك يا انس. قول لي بقى، نبدأ من ماتش الاهلي ولا نبدأ من الناس قالوا شيكابالا جديد؟ هل انت عشان اشول زي شيكابالا او اسمر زي شيكابالا او بتلعب في مكان شيكابالا او بتلبس رقم 10؟ قول لي يعني، ناس شبهتك بشيكابالا وقول لي قابلت شيكابالا وشفته ولا طبعا. ايه؟ قول لي بقى، احكي لي. هو يعني هي من زمان يعني بيقولوا انا ان انا فيا شبه، فيا شبه معاه، فيا شبه منه في الملعب، الستايل الجري، وكمان يعني سبحان الله اللون كمان والشعر ونفس والنشأة، البلد. انت من أسوان يعني اسوان. من نوبة، ف فهو نوبي برضو زيك، انه أسواني. بس ف يعني كل الناس بقى شايفه نفس الكلام، فيقولوا كمان الستايل في الملعب وكده. وكابتن شيكابالا لا، قابلته اكتر من مره طبعا. ايه بقى، سمع بقى ان انت شبهه كده وبتاع وقال لك تعالى، ولا انت رحت له، ولا لا هو ايه لا احنا مش يعني ما اتكلمناش لسه في الموضوع ده خالص لحد يا دلوقتي. راجل؟ بس هو يعني كل ما بيشوفني هو عارفني كده. عارفك يعني. بيسلم عليا ويطمن على الماتشات اللي هنلعبها وامتى وكده. يعني ما اتفرجش عليك في ماتش مثلا وجي يسلم عليك لا بعد المباراة؟ اتفرج على ماتش زد، جيت اتفرج في ماتش زد وجي يسلم عليا بعد الماتش، يعني رحت سلمت عليه طبعا. بس وبيجي يحضر لنا كذا ماتش، يعني بيحضر لو بيكون عندهم تمرين وكده بيجي يحضر لنا كل الماتشات. دي بس بعض اهدافك يا انس اهي، ده هدف جامد جدا يا ابني. ايه ده ما شاء الله، بص يا باليمين. جماعه الهدف ده باليمين، انت بتلعب برجلك اليمين لا ما شاء الله. اشول، واو واو، انا اشول. ده ماتش ايه ده يا انس فاكره؟ ماتش غزل المحلة. ده المحله يعني، مش فرقه، مش اي كلام يعني. كنت لسه نازل. كنت لسه نازل برضو، كنت بديل يعني. كنت بديل. بتزعل لما تقعد احتياطي يعني لو بصراحه؟ بس لو لو يعني لو مش عارف، بس هو في اوقات يعني مثلا لو في تأثير في الاسبوع مثلا ما كنتش جاهز طبعا مش هزعل. بس في الاول وفي الاخر اهم حاجه ده طبعا المكسب والفرقه، لان هو المكسب لما الفرقه رؤية تكسب. مدرب والفرقه تحترم، الفرقه تكسب الخير هيرجع لنا طبعا. ده مقاولين برضو. لا لا ده مع منتخب الجيزه. واو يا عم، ده شيك اهو، دي اهداف شيكة يعني، شبه شيكابالا، واخد 2 نص ملعب ترك وكمان عشان الجون ده بقى فكله بيقول شيكا شيكابالا، شيكا. وزود شيكابالا اهي برضو، وفي المقص ده نفس الستايل بتاع شيكابالا بالظبط، سبحان الله، ونفس الركنه يا انس، ما شاء الله ما شاء الله، حاجه جميله يعني. حبيبي يا كابتن طارق. لا انا عارفك، انا عارف انس، بس انا بتكلم في ايه برضه يا جماعه، خلي بالكم، اللعيب في نادي الزمالك احنا بنيجي نختار لعيب، بنختار لعيب عنده موهبه، مش جسمه خلاص وطويل ويخبط ويرزع، لا، المهاره بتفرق جامد جدا. انس من اللعيبه دي، اللعيبه اللي تتمتع معاها، وانت زي ما انت شايفين كده يا جماعه اهدافه ما شاء الله حاجه جميله جدا، لعيب بروميسنج، لعيب واعد، ولعيب الحقيقه اعتقد انه ان شاء الله ربنا يحميه الاول من الغرور، هو هيكون مغرور. لا طبعا. لا لا الاسوانيين دول اطيب ناس واجدع ناس وارجل ناس، النوبيين بالذات. ها، والنوبه بالذات بالذات يعني، طيبت الدنيا فيهم طبعا. انت فاهم، فدي طبعا دي اياك والغرور، لا لا وربنا يحميك من الاصابه، ان شاء الله دي اهم شيء، ان شاء الله. تحافظ بقى على نفسك وبتنام بدري وكده وبتاع من بداية، خلي بالك من دلوقتي لو انت عملت نظام حياة هيستمر معاك طول حياتك يا انس، طول الملاعب. شوف محمد صلاح فين دلوقتي، طبعا هو رسم لنفسه خط معين وحافظ على نفسه، ومشي دلوقتي هو راح عليه فين، طبعا. وانت مهارتك الحمد لله ما شاء الله تؤهلك انك تكون
يعني قريب من صلاح بشكل كبير، انا بكلم بامانه يعني ان شاء الله. بس تحافظ على نفسك يعني طبعا. مهم جدا طبعا النوم والالتزام والتدريب والاكل طبعا مهم. محمد صلاح يعني اشتغل على نفسه في كل الحاجات دي. ده جون برضو ولا ايه؟ بس اتحسب اوفساي. انت اللي جايبه ده ولا انت اللي شايط؟ لا انا، هي لما ردت من العرض انا حطيتها، انت بس حطيتها. انا كنت اوف سايد يعني اتحسب اوف سايد. تمام. ماتش الاهلي برضو ده ماتش احنا وانا بنلعب الاهلي واحنا صغيرين كنا يعني لما كنا بنكسب وهم كانوا بيكسبوا كان بيبقى فرحه عارمه يعني. طبعا. احكي لي بقى الماتش واحداثه واعتقد ده شوط ضربه جزاء، انا قلت اسمك في ضربات الجزاء اللي اتشاطت الاولى. الاولى دي صعبه جدا طبعا. بس طبعا احنا متمرنين على كل ده يعني، قبل كل ماتش لازم نقعد ونتمرن على ضربات الجزاء والزاويه، ولو حتى لو في اي غلطه في اي حاجه كابتن بيخلينا نعيد ونتمرن عليها تاني، واللي جاب يجيب تاني، نتمرن عليها كتير جدا. صحيح. فاحنا مجهزين للموضوع ده طبعا يعني. بس كنا نتمنى طبعا الماتش ايه يخلص قبل ضربات الجزاء، بس هو التوفيق يعني. المركز اللي انت بتحبه انس يعني، في ناس بتقول لك بتلعب وينج رايت، يعني شفناك هنا 10 في ماتشات انا بشوفك في وينج رايت، بشوفك فيها ناحيه الشمال. المركز اللي انت يعني انس بيرتاح له بيتالق فيه بيحبه؟ وينج رايت و10، بس هو ال10 طبعا بتختفي في مصر، فوينج رايت بتختفي في مصر. هي ما في العالم كله مش في مصر يعني، بس ما علينا يعني. في العالم كله. بس انا انت الوينج رايت بالنسبه لك بتبقى احسن لك. طبعا. عدلتي فاعرف اشتغل، بس اغلبيه الماتشات في الدوري انا شغال ناحيه الشمال، وينج ليفت. وينج ليفت اغلبيه الماتشات كلها. ليه؟ في مين اللي بيلعب ناحيه اليمين؟ اما كريم حامد. كريم. اتنين شول. فلازم حد بقى ايه يضحي، فاحنا بنبدل مع بعض. بس النسبه انا بلعب هناك اكتر. بس من سنتين نادي الزمالك كون فريق الامل اعتقد، وانت كنت ضمن المجموعه دي، يمكن كنت اصغر لاعب في الاعمار كلها، لان كان موجود 2001 و2002 لما كنا عملنا اختاروك في مع الكابتن احمد رزق على ما اعتقد. استفدت من الفتره دي يا انس؟ طبعا استفدت، عشان هم يعني كان كسر الحاجز دي بعض اللقطات او الصور من مباراه الاهلي الاخيره. اتفضل يا كابتن. كسر الحاجز يعني لعبونا مع فرق بقى اكبر مننا، فرق مثلا درجه تانية، فيرست تيم. فاحنا بنلعبها يعني نكسر الحاجز عشان يجهزونا لاي دوري، اي كاس رابطه، اي حاجه نبقى جاهزين، اللي هو بنلعب اللعيبه اكبر مننا عندها خبرات، فاحنا كمان نكتسب خبرات، تمريرات مختلفه، تمريرات مع الاعمار اللي اكبر مني. يعني 2001 فانا اعمل معاهم احتكاكات. ايه رايك في الفكره؟ الفكره تكوين فريق امل في النادي كانت فكره راقت لكل اللعيبه طبعا واستحسنوها يعني اللعيبه وكده طبعا اللعيبه كلها في الدرجه الاولى، هو ما هو منها يعني، هو كان المدربين بتتفرج يعني فريق الامل والمدربين بتتفرج. والدليل على كده كل اللعيبه هو في القوام الاساسي من الناشئين يعني، سواء حاتم ولا سيد نيمار، بيسو كله فوق، وبعدين محمد صلاح ورفاعي، كل دول وعمار حتى ويوسف احمد. يعني كل دول نتاج فريق الامل والناشئين بالتبعيه طبعا. طبعا. يعني بس فريق الامل يعني مهم، نهايه الموسم بدل القعده في البيت او بدل الراحه، انت فريق الامل تلعب ماتشات، تتفرج المدير الفني يتفرج عليك، بتتصور عشان يشوفوا لك بعد كده غلطاتك وسلبياتك وايجابياتك، كل ده مهم طبعا. تمام. عندي أسئلة كثيرة جدا جدا، بس عندي فاصل وارجع علشان نتعرف أكتر على أنس وتجربته مع الفريق الأول. هل هو صعد الفريق الأول بكده؟ استقبال اللعيبة الكبار إيه؟ لعب مباريات، لعب عمل تدريبات كويسة، كل هذه الأمور بعد الفاصل هيسمع إجابة أنس عليها. اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، معانا نجم المستقبل انس وائل، والحقيقه من اللعيبه اللي زي ما قلت لحضراتكم لعيبه مميزه جدا جدا جدا. كنت سالته اسئله كثيره قبل الفاصل، بس قبل ما اساله السؤال اللي هجاوب عليه قول الو. الو. زعق. الو. الو. قول الو. قلت. قول الو كتير. الو. زعق، علي صوتك شويه عشان تسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابتسامة عريضة، بص بقى الابتسامة دي. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، ربنا يعزك يا كابتن طارق. كل سنة حضرتك طيبة.
وانت بالصحة والسلامة، ربنا يعزك. يعني حاجة جميلة وتربية الحقيقة ما شاء الله. انت حضرتك مدير الحضانة اكيد، فيعني سابقا، فاكيد طبعا ليك الدور كبير جدا. هو قاعد يقول لي بقى ماما وتوديني وتجيبني فهي الام دائما وابدا اللي بتشيل هم الولاد يعني، وتعبت معاه كتير يعني. اكيد طبعا، هو الاب طبعا ليه دور والام ليها دور تاني يعني. ف وانت واخداه من ايده كده اول يوم يا ست الكل، وداخل بيها داخله بيه نادي الزمالك، وبعد كده قالوا له هتروح المدرسه الاساسيه، وحكى لك قصه يعني. احساسك ايه بابنك بقى في الفتره في الوقت ده؟ هو مبدئيا انا وديته نادي الزمالك عشان هو اللي فضل يلح عليا انا عايز اروح نادي الزمالك. زملكاوي هو؟ جدا. وبيحب شيكابالا جدا طبعا، يعني زي حاجه عشق كده يعني. هو هنا البيت عندنا زملكاوي طبعا، انا مش في الكوره بس معاهم فهمت حاجات كتير. فبيعشقوا طبعا الزمالك جدا، وفي تعصب يعني. وشيكابالا عندهم حاجه تانية خالص، فمهارته وكل حاجه، فطبعا بالنسبه لهم حاجه تانية. انا قدوته طبعا شيكابالا، داخل النادي عشان الزمالك وعشان شيكابالا. طبعا، وكان بيروح هناك بيفضل يدور عليه والله. هو صغير يعني. بس هو دخل النادي من 1/3/2013. ده انت حافظه اليوم طبعا. طبعا، ومعايا الكارنيه بتاع اللي احنا دفعنا بيه 100 جنيه الاولانيه دي بتاع الاكاديميه. بس وكابتن عمر منيع كان ماسك 2005، فشاف كابتن عادل قال له شوف انس. الله يرحمه. فشافه طبعا انبهر بيه، الله يرحمه ويغفر له. مفيش، ما كملناش الشهر لقينا كابتن عادل الله يرحمه ويغفر له بيخبط على الصاله المغطاه وبينده لكابتن فايز سلامه بيقول له شيكابالا الجديد وصل. يعني بيقولها بكل، بيخبط جامد جدا في الصاله المغطاه ويقول له كده. طبعا ما بنساش المنظر ده، كانت اول مره نشوف كابتن فايز سلامه، وبعدين كابتن فايز سلامه بقى معاه داعم اساسي جدا وبقى معاه. ربنا يبارك لهم يعني. بصراحه احنا قابلنا ناس كويسه جدا في النادي بصراحه. توقعت ست الكل ان انس يوصل للمرحله دي، ولا انت كنت رايحه عارفه قدراته وعارفه امكانياته؟ انا عارفه قدراته، لما اتفاجئت بيه لما شفته بيلعب اتفاجئت بيه، بس في نفس الوقت ما اعرفش ان احنا نوصل لمرحله زي دي خالص. احنا رايحين على اساس ان هو بيحب لعب الكوره، فاحنا رايحين عشان بيحب لعب الكوره مش اكتر. بس اتفاجئنا بقى بالحاجات دي. طبعا هو زي ما قال لحضرتك كابتن سيد سلامه، قال لي انتوا معانا بعد كده. مدرسه اساسيه يعني ايه معانا؟ فما فهمتش يعني ايه معانا، فدفعت. فبيقول لي دفعت ليه؟ ما انا في نادي الزمالك معاكم ازاي؟ ما انا في النادي اهو. ما انا بقول ما احنا معاكم يعني ايه؟ فلما دفعت بيقول لي صحيح دفعت ليه؟ احنا بعد كده اللي هندفع له فلوس. قلت له طب خلاص ماشي. سيد سلامه جميل طبعا، ربنا يكرمه. جميل، حاجه محترمه. احنا قابلنا ناس كتير جميله جدا 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 يعني. لسه لغايه دلوقتي بتروحي الماتشات ورايا يا استكول ولا ايه؟ والله رحت الماتش بتاع اخر مره بتاع الاهلي، ورحت اللي قبليه الاهلي 2003. لما كان انس منضم ليهم كان موجود معاهم احتياطي في 2003. بالظبط. صحيح صحيح. سعيدة انت بالتطور اللي حصل لانس يعني. يعني انا سمعت ان شاء الله باذن الله بعد، هو دلوقتي في المنتخب مصر ربنا يكرمه حاجه جميله، واحنا نادينا على فكره من اسبوعين ثلاثه ان انس يكون ضمن المنتخب يعني، حتى في دوره شمال افريقيا. حضرتك ما اعرفش كنت بتتابعينا ولا لا، مش عارف. انا اتكلمت على انس، واتكلمت على اعتقد احمد مجدي المساك. المساك بالذات قلت الاثنين دول، قلت الوائل رياض يا ريت تبصوا على الاثنين اللعيبه دول، اتنين لعيبه جامدين جدا جدا وبرومسين جدا وواعدين جدا، وان شاء الله يكون ليهم مستقبل في نادي الزمالك يعني. فانا مبسوط ان هو سعيد ان هو دخل لمنتخب. امسك بقى في الفرصه دي ما تسيبهاش. طبعا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر له الخير باذن الله من عنده. والده بقى في القصه بقى دي برضه بيشجعه، ولا يعني رامي الموضوع على حضرتك على طول؟ لا، هو والده طبعا بيشجعه، بس هو طبعا الشغل والمواعيد والكلام ده بيعطله طبعا. بس هو طبعا اكيد يعني الرجاله فاهمين كوره عن الستات بكتير، فهو اللي بيدعم جداً. هو اللي بيتكلم. مش والده زملكاوي، بيقولي والده زملكاوي جدا. زملكاوي متعصب يعني. مفيش، مش عايزين نقول متعصب، زملكاوي جميل يعني. لا جميل. ايوه زملكاوي جميل. زملكاوي جميل على راي المعلق الاماراتي. ماشي. احنا بنحب الزمالك. مش مقصود بالتعصب ان هو حاجه وحشه، مقصود بيحب الزمالك قوي. بيحب الزمالك قوي. صحيح. جدا يعني. صحيح.
طب ازاي مش بتابع انس بقى في الماتشات؟ طبعا شغل انا فاهم، بس يعني كل ما فاضي بيروح يعني ولا بيروحش؟ ما هو الماتشات الساعه 3، فهو شغله بيبقى وقت شغله، وقت شغله طبعا. تمام، بس فما بيعرفش يجي خالص يعني. ربنا يكرم، ربنا يخليك ليه وداعمين دايما ليه، وربنا يوفقه ان شاء الله وتشوفيه يعني ميسي تاني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله احسن باذن الله. كمان ماشي ماشي انت كله. بشكرك شكرا جزيلا والده انس وائل. انت في المنتخب دلوقتي؟ واحساسك بقى بعد ما رحت؟ انت ما رحتش الفتره اللي فاتت، رحت المره دي؟ قبل ما يسافروا البطوله بتاعت شمال افريقيا رحت كنت معسكر موجود. بس يومين يومين، وبعد كده بعد اول ما رجعوا رحت معسكر 3 ايام. بعد كده المعسكر ده 6 ايام بس مفتوح. فبنروح ونرجع يعني، بنبات في البيت ونروح على التمرين. انت ومين رحت؟ انت ومجدي؟ انا ومجدي لا الجداد اللي دخلوا على الفرقه، في هناك كان كريم حامد اعتقد كان موجود، كان كريم حامد ومحمد السيد وحسن. دي الصوره الجماعيه بتاعتكم ولزاز. انتوا جمال، انا بحب قوي يعني ان لعيبه الزمالك دايما ياخدوا صوره لوحدهم كده مع بعضهم بتيشيرت المنتخب، ده فخر ليكوا طبعا. طبعا. ادي احمد جمال ومجدي ومحمد ابراهيم، دول دول الجداد. ومحمد ابراهيم معاكم، كنت انا ناديت هنا في البرنامج وقلت لوائل الرياض لازم تبص على محمد ابراهيم ومجدي وانس وائل، الثلاثه دول لعيبه فعلا كان يستحق انه يخش المنتخب. فانا بشكر وائل الحقيقه على استجابته وان هو على الاقل يبص عليهم، يعني انا مش مطلوب لان انا واثق انه هياخدهم ان شاء الله. منتخب بقى واحساسك وانت رايح المنتخب برضو مختلف شويه. طبعا يعني فخر وشرف لاي حد يلبس تيشيرت منتخب مصر. يعني برضو حلم من الاحلام، وان شاء الله يعني نكمل ونستمر كلنا ان شاء الله. مش عايز اقول لك مثلك الاعلى مين، بس انا هتقول، انا عارف هتقول مين يعني. شيكابالا طبعا، كابتن شيكابالا. اكيد طبعا. طب عالميا بقى؟ يعني رونالدينيو. رونالدينيو؟ برضه في السوق اسمر برضه بتحب انت. بيكلم الكوره. بس رونالدينو ده كان حاوي كوره يعني، كان حاجه. طبعا. انت شفت رونالدينو؟ طبعا. والله؟ والله. حاجه جميله. جميله قوي. مفيش احسن منه. احنا كنا بنستمتع، هو كان حاجه جامده جدا يعني. طبعا. تمام. ال 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 الصعود للفريق الاول اكيد حلم من احلامك اكيد. طبعا شرف ليا طبعا ان انا اطلع، وان شاء الله الفتره الجايه يعني هطلع ان شاء الله يعني. انت ما طلعتش لسه؟ ما طلعتش خالص؟ لا لسه، بس ان شاء الله في وعد تقريبا ان انت بعد ما ترجع من المنتخب ان شاء الله تكون موجود من ضمن الفريق الاول ان شاء الله. اكيد اكيد يعني. سمعت عن مشاركه اللعيبه 2003 و5 في كاس الرابطه؟ من الممكن يعني ان هم يشاركوا باللعيبه دي ولا؟ بلغونا ان هي احتمال كبير ان احنا اللي نلعب ان شاء الله، عشان الزمالك هيكون في الامارات في الفتره دي اعتقد. فاحنا ان شاء الله يعني احنا اللي هنلعب، او اسماء مننا اللي هتلعب يعني مجموعه منكم. فطبعا دي هتبقى فرصه كبيره جدا لكل واحد يثبت نفسه ويقعد بقى يعني، هو يطلع ما ينزلش. مش خايف يا انس انك تشارك في الرابطه وانت لسه صغير، انت ومثلا كريم حامد بقى واحمد مجدي والمجموعه بتاعت 2003 مو صلاح وعلي ياسر المجموعه دي؟ ما هي دي بقى كانت فايده كاس، فايده فريق الامل. فريق الامل ان كسر الحاجز في فرق السن. فيعني ان شاء الله طبعا هيبقى في رهبه، بس مع التمارين بتاعت الفيرست او التمرين مع الفريق الاول هتفرق طبعا، وان شاء الله يعني هنقدم حاجه كويسه. ان شاء الله. طموحاتك بقى الفتره اللي جايه انس بقى، يعني بالنسبه لك انت طبعا يعني ربنا يخلي لك والدك والدتك داعمين ليك بشكل كبير، طموحاتك انت بقى على المستوى الشخصي كانس؟ اول حاجه ان شاء الله يعني نفسي العب. انت بتدرس الاول؟ في سنه كام؟ في اولى اعلام. اعلام؟ عشان اجي اقعد جنب حضرتك بقى. تنافسنا بقى، تقعد جنب ايه ده، تنافسنا بقى. خلي بالك بقى. انا مخلي بالي كويس. برضه حريف كده في الاعلام ولا؟ لا انا لسه ما اعرفش اي حاجه دي اول سنه. بس نفسي بقى ان شاء الله، او يعني نفسي اول حاجه العب جنب كابتن شيكابالا طبعا في استاد وحضور الجماهير طبعا. ده حلم، حلم من احلام حياتك يعني ان شاء الله. يعني نفسي الحق كابتن شيكابالا العب معاه في الملعب. ده اول حلم ان شاء الله. بعد كده بقى نحقق بقى ان شاء الله بطولات افريقيا ونجيب كل حاجه لنادي الزمالك ان شاء الله. اخيرا طبعا يعني دي اقدام طموح. انت بتشجع نادي ايه؟ عالمي. ريال مدريد. ما انا عارف انك هتشجع مين غير الزمالك، انا هقول لك. ما انا انت ملكي. ريال يعني طبعا، كلنا ريال مدريد طبعا.
تمام. النجوم العالمين بقى اللي انت بتحبهم غير رونالدينيو؟ لا في كتير طبعا. يعني لا اللي بتحب تتفرج عليهم دلوقتي، رونالدينيو خلاص بطل، اللي بتحب دلوقتي بتحب تتفرج عليه، تقعد تتفرج عليه؟ فينيسيوس. فينيسيوس يعني برضه شبه، انت بتتنقي. ما هو وينج. هو وينج خطير جدا يعني، بياخد الكره كبير ويروح على الجون. على الجون بالظبط. ايجابي جدا طبعا. انت بتعمل كده يا يعني؟ بحاول. بتحاول. تواضع منك. تواضع منك بس. ماشي انس، انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. وان شاء الله باذن الله يعني مستقبل يكون مميز ليك، وتحقق كل احلامك، تلعب جنب شيكابالا ان شاء الله، وتروح منتخب مصر وتكسر الدنيا، وترجع تلعب فريق اول كسر الدنيا ان شاء الله بزاوية. ان شاء الله يا كابتن طارق. بشكرك شكرا جزيلا. شرف كبير ليا طبعا نطلع مع حضرتك يعني. الشرف ليا يا حبيبي، والحلقه دي تبقى معاك بقى كده كوثيقه كده، ماما تسجلها وتخليها في ان شاء الله في سيفيهك بقى لما تكبر كده وتكسر الدنيا. انا اول واحد الراجل ده اللي طلعني وعرفني بالناس. ان شاء الله حبيبي انس. حبيبي شرفت ونورت. ده نور حضرتك طبعا. اهلا بيك حبيبك. الشكر موصول لحضراتكم اعزائي المشاهدين. خلص حياتنا النهارده من ملعب الناشئين، كان معانا نجم كبير جدا من نجوم نادي الزمالك ان شاء الله القادمين انس وائل. الثلاثاء القادم نجم جديد وحديث اخر ان شاء الله الساعه 9. خالص تحيات فريق العمل بالكامل، وخالص تحياتي طارق يحيى.